ويا مساء الهنا. النهاردة أول حلقة لينا في التصوير بالليل. مود رمضان بالليل مختلف تماماً عن النهار، تحس كده بالسعادة والبهجة وأيام زمان والزينة والنور والتعالي وحاجات كتيرة جداً بترجع لنا يعني أيام جميلة جداً 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 كنا بنعيشها. النهاردة عامل لكم حاجة شعبي جداً مناسبة للمود اللي احنا عايشينه ده، هعمل مسقعة بالبطاطس، مسقعة بلدي بمعنى الكلمة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. الأول بقشر البتنجان وبحط عليه شوية ملح وحطه على مناديل ورق لغاية ما يصفي شوية، ينزل ميته وزيته، وبعدين بروح محمراه عادي جدا، وبحمر بطاطس عادية جدا، بطاطس محمرة وفلفل رومي محمر، دول كلهم محمرين جاهزين. هوريكم بقى الخلطة بتاعت التحمير دي هتتعمل، بتاعت اللي هنحطها فوق المسقعة والبتنجان هتتعمل ازاي. هبتدي هحط الزيت، مش هكتر بقى الزيت قوي عشان البتنجان اصلا بيخر زيت جامد. لسه النار ما سخنتش جامد عشان نشوح فيها البصلة. هحط عليهم شوية ملح وفلفل فقط. ما بحطش اي بهارات تانية لان هي التوليفة بتاعت الخلطة دي مش محتاجة اي حاجة تانية خالص. احنا عارفين ان المسقعة البلدي دي تتغمس، تاكلش بالرز، يعني عايزين كام رغيف عيش بلدي والعيش بلدي المقبقب الجميل ده ويتغمس بيه طبق المسقعة ده، هتبقى يعني اكلة ارديحي زي ما بنقول بس في الجون. يعني هنزل عليه بالطماطم خدهم تقليبة برضو، وبعد كده بالصلصة، وأسيبهم شوية بقى إيه، نغطي عليهم وأسيبهم شوية يتسبكوا، وعلى ما يتسبكوا نبتدي نرص الرصة بتاعتنا. حطينا الصلصة وهحط مية عشان أزود الصوص لأنها بتشرب جامد قوي في الفرن لما تخش الفرن. هعملها بس تقليبة كويسة عشان الصلصة تتمزج مع الخلطة، وبعدين هنبتدي نرص الرصة بتاعتنا. قلبناها كده، هنغطي عليها وهنتنقل عند البايركس عشان الاول طاجن الفخار عشان نرص رصة البتنجان، واوريكم بتترص ازاي تكون غليت شوية الصلصة بتاعتنا وتسبكت شوية. هبتدي بقى ارص. اول حاجة هحطها هي البتنجان، ومش هحط حاجة في القعر بتاع الطبق لانه هو اوريدي البتنجان بيبقى فيه زيت. هرص البتنجان اللي متحمر زي ما شايفين، شايفين الزيت عامل ازاي، هحطه هفرده في الطاجن. بعد كده هحط البطاطس المحمرة، منظر يا جماعة مغري جدا، ولسه بقى ما الصلصة تنزل عليه. فلفل المحمر، فلفل رومي برضو محمر. كده بعدين
هحط الصلصه المتسبكه على الطاجن ده، وبعدها هروح حاطه لهم قرنين شطه مشطشطين كده، بس هما مش هيخلوها حاميه، هما بيدوها ريحه فقط وبيدوا شكل في التقديم، لكن مش هتحمي نهائي على ضمانتي المسقعه. كده الصلصه بتاعتي اتسبكت تماما وبقت جاهزه على اني انقلها احطها على الخلطه. هنقل الصلصه هنا اهو كده عشان نبتدي نحطها. هبتدي احط الصلصه على المسقعه، عايزاها تبقى متغرقة كلها زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هجيب القرنين الشطة، زي ما بقول لكم مش هيعملوا اي حاجة خالص، هحط واحد كده وواحد كده، وهدخلها الفرن لغاية بقى لما نلاقيها غمقت والصلصة دي نزلت لتحت وتسبكت في البتنجان وفي البطاطس وفي الفلفل وجاهزة على التغميس. هدخلها الفرن. ودلوقتي هنستنى أول ما تستوي، تتحط بتاع نص ساعة ساعة إلا ربع في فرن حوالي 200 درجة، وأول ما تستوي هطلعها لكم ونشوف شكلها عامل ازاي. دلوقتي هتشوفوا منظر مغري للغاية، المسقعة اتسبكت. بصوا بقى هيبقى شكلها عامل ازاي، منظر مغري للغاية. بصوا المنظر وبصوا حروقة الفلفل، بصوا المنظر عامل ازاي. بذمتكم مش عايزين رغيفين بلدي ونقعد قاعدة كده ونفضل نغمس وناكل فيها؟ جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه. اشوفكم بكرة ان شاء الله.